ممكن واحد دلوقتي يسألني سؤال ويقول لي إيه الهدف من الفيديوهات اللي أنت بتعملها على الإنترنت؟ أقول له أنا يا ابني عايزك تنطق إنجليزي صح بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير أي تعقيد. يروح سألني سؤال تاني ويقول لي طب أنت عايز مننا إيه في المقابل؟ أقول له أنا مش عايز منكم غير حاجة واحدة بس، مش قادر أقولها، مش قادر، مش عايز منكم غير سبسكرايب على القناة بتاعتي على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشير. الحمد لله، الحمد لله. بس ايه رأيكم في الانترو؟ قبل ما اقولك ازاي تنطق اسم الموقع ده صح، تعالوا نعرف قاعدة صغيرة جدا. القاعدة دي بتقول The ED is pronounced as T if the last sound of the verb is K. الكلام ده معناه ان لو اخر صوت من الفعل هو ك، يبقى الاي دي اللي هتحطها للفعل هتتنطق ت. ممكن ما تكونش فهمت قوي، تعالوا نشوف امثله عشان نفهم اكتر. تعالوا نشوف اول مثال ووك. ايه اخر صوت انا نطقته؟ هو ك، يبقى الاي دي هنقولها ت، فهنقول ووك walked, work, worked. طيب بالنسبة لايك، هو آخر حرف في لايك هو الإي، لكن آخر صوت أنت نطقته هو الك، أنت بتقول لايك، يبقى الإي دي هتقولها ت، يبقى لايك لايكت، بيك بيكت، لينك لينكت. يبقى الموقع ده اسمه لينكتن، لينكتن، لينكتن. تعالوا نشوف جمل عشان نطبق أكتر. لينكتن، لينكتن is a very useful website. She walked a lot today. Are you on LinkedIn? He liked her very much. ونقول تاني الموقع ده اسمه لينكتن، ما تقولوش غلط تاني بعد اذنك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. انا سايب لك شوية مصادر يبقى انزل بص عليها، ولو عندك اي اسئلة انا مستنيك في التعليقات. سلام عليكم.